حياكم الله مشاهدينا الكرام، ومع أولى فقرات حلقتنا لهذا اليوم مع آي ديزاين، مشروع إماراتي بأفكار شبابية أو بأفكار شبابية إبداعية يعتمد على توظيف الأفكار الخلاقة وتحويلها إلى تصاميم مبتكرة. معنا اليوم مشاهدينا محمد الأحمد صاحب مشروع آي ديزاين للتصاميم، وطارق طيارة المدير التنفيذي للمشروع. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله. حياك الله أختي منية. طبعا دائما أي مشروع جديد يولد من رحم فكرة ملحة وحاجة ملحة تدفع صاحب الفكرة إلى إنتاج فكرة. أعطينا فكرتكم كيف ولدت، يمكن أبدأ معك أخ محمد، فكرتكم كيف ولدت وحدثنا عن مشروعكم ما هو بالضبط. في البداية فكرة المشروع آي ديزاين هي مشروع إعلاني يهدف إلى تطوير الإعلانات بشكل متفاوت. كانت فكرة المشروع في البداية أن عندنا موهبة في الرسم وفي التصميم خلال المراحل السابقة، وجرى تطوير هذه الفكرة من خلال مشروع التخرج في الجامعة عن طريق من أي جامعة؟ جامعة الاتحاد في رأس الخيمة. جامعة الاتحاد رأس الخيمة. نعم. كان المشروع عبارة عن موقع إلكتروني لشركة إعلانية وهمية، وجرى تنفيذ هذا المشروع، والحمد لله لقينا درجة حلوة من النجاح في هذا المشروع، الإقبال. نعم. وخلينا بعد سنة من السنوات طلعت الفكرة مرة ثانية، أنا ليش ما نخليه على أرض الواقع اللي هو مشروع الإعلانات. وبدينا طبعا لقينا الدعم الحمد لله من برنامج سعود لدعم مشاريع الشباب في رأس الخيمة. رائع. وفي تاريخ 20/9/2013 تم تدشين المشروع، مشروع آي ديزاين. نعم. الاسم مأخوذ من جملة آي ديزاين بمعنى أنا أصمم. نحن ناخذ الفكرة من المتعامل وما عليك، عندنا خلي الباقي علينا. خلي الباقي علينا. نعم. مثل ما يقولون. نعم. كان في أي عام انطلاق المشروع؟ 2013. 2013. نعم. جميل. الأخ طارق، بما أنه حضرتك المدير التنفيذي للمشروع، أكيد لديك يعني دعني أقول هيكلية وفكرة تفصيلية أيضا عن ما يميز هذا المشروع. السؤال هو، ما الذي يميزكم أنتم في هذا المشروع التصميم برغم أنه عالم التصميم هو عالم كبير والمنافسة جدا شديدة؟ نعم، جميل. طبعا ما يميزنا في المشروع دائما هي أفكارنا. الفكرة نحن نعتمد دائما في تصميم أو في ناحية الديزاين، هي موضوع الفكرة هي رأس مال عملنا، فما نتميز فيه نحن باختصار هي الفكرة. الفكرة في إخراج الإعلان، الفكرة في إخراج الهوية المؤسسية للشركة. فباختصار الفكرة. هذا باختصار، لكن إيه نعم. لو دخلني في التفاصيل، أنا كمان ما يميزني إيه نعم. أفكاري إيه نعم. والمخرج ما الآن ما يميزه أفكاره، لكن إحنا رأس مالنا الكامل هي الفكرة. بالضبط. ما هي الفكرة؟ كيف هي؟ يعني بمعنى، هل حتى الأفكار تصنف على فكرة؟ هناك في عالم الإبداع الفكرة الإبداعية لها تصنيفات، هناك فكرة كلاسيكية، هناك فكرة نموذجية، هناك فكرة مجنونة، هناك. فأنتم أي نوع من هالأفكار هذه؟ والله بتعتمد بناء على حسب طلب العميل أو ما يناسب العميل في هذا المجال. نحن ما يميز أو هيكلة مشروعنا بشكل عام، يأتي العميل مثلا بحاجة إلى تصميم لمنتج معين. طبعا بعض العملاء يفضل الأفكار المجنونة، بعض العملاء يرفض هذه الفكرة بيحس أنها تسيء لمؤسسته، وخاصة في وطننا العربي أو في العالم العربي. نعم. دائما عندهم نقطة حساسية من موضوع خلينا نقول الإعلانات الكريزي أو الإعلانات المجنونة في بعض الأحيان. فنحن بناخذ شو محتاج العميل بالضبط، أو شو الفكرة اللي حابب يوصلها العميل للمتلقي أو للمشاهد الإعلان، بنحاول نحن نبسط الفكرة عن طريق أحيانا تكون فكرة فكاهية، في بعض أحيانا تكون في فكرة أحيانا تكون فكرة يعني إبداعية، ضمن هوية مؤسسية وألوان خاصة بالعميل مع تحديد باقات مخصصة بالعميل في هذا المجال. نعم. احنا بنشوف بعض من أعمالكم حقيقة في هذا الفاصل وتصاميمكم، وحتى أيضا السادة المشاهدين نشركهم في النماذج خاصة بأعمالكم، وبعدين بنتواصل إن شاء الله مشاهدينا إلى هذا الفاصل. Thank you.
إذن هذه كانت مشاهدينا بعض أعمال المبدعين معنا هنا في الاستوديو طارق محمد. أعود إلى المبدع أيضا محمد، احنا شفنا التفاصيل الخاصة بالتصاميم، اتجاهكم يمكن تصميم شعارات بشكل متخصص أكثر، وإن كان عندكم تصاميم أخرى يعني اللي هي مجلات ومواقع إلكترونية، صحيح؟ صحيح. لماذا شعارات تحديدا؟ السوق وايد فيها يعني المشاريع. السوق أول شيء يبدأ بالشعارات، يبدأ بالشعار باللوجو، بعدين يتفرع للهوية التجارية للمواقع الإلكترونية والمجلات على حسب الرغبة، ولكن يعني الأساس هو في اللوجو نفسه. يعني أنتوا لقيتوا أقبال أكثر للشعارات. إنزين، أنا يمكن أبغي أسأل عن المنافسة حقيقة في السوق، وإن شاء الله لاحظت أنه عندكم يعني زباين، اللهم لا حسد يعني. فهذا دليل أنه يعني في عندكم حركة نشيطة في بينكم وبين المستهلك. في عالم التصميم المنافسين أصبحوا كثر حقيقة، في ظل وجود التقنيات الحديثة وفي ظل وجود السوفتويرز والبرامج والتطبيقات إلى آخره، أصبح الجميع ممكن أن يدخل هذا المجال. أين تصنفون أنفسكم في عالم المنافسة؟ يعني كيف تتحدون المنافسة؟ كيف تواجهون هذه المنافسة؟ هو صراحة المنافسة تبدأ يعني مع شركات أو مع مؤسسات أو مع أشخاص موهوبين. نحن نتكلم عن برامج أو تطبيقات تقوم بتنفيذ الشعارات أو تصميم الهويات، يكون دائما شيء خلينا نقول شيء ابتدائي، ما بيكون شيء احترافي. يعني في معايير دائما فنية، معايير لأي عمل مثلا على سبيل المثال الشعار له معايير كبيرة جدا حتى نوصل لهي النتيجة النهائية. منافسينا بالسوق صراحة ما كانوا في الدرجة الكبيرة مثل ما كنا متوقعين، بسبب في المنافسين الأغلب بيكون عن طريق المواقع الإلكترونية أو عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي أو عن طريق أحيانا بيكون بعض البنات تصميمهم منزلي. العميل دائما يرغب بالجلوس بجانب المصمم يجرب التعديلات، يعدل التعديلات. فكانت يعني هاي نقطة القوة صراحة، يعني إضافة للأفكار اللي عنا كانت هي نقطة القوة، أنه نكون إحنا أقرب للعميل دائما. طيب يمكن طبعا لكل صاحب مشروع هدف أسمى أو حلم حقيقة يحب أن يحققه، أكيد حلمكم لم يقف هنا عند هذه النقطة، أكيد حلمكم أيضا يعني يصل يمكن إلى مدى أكبر بكثير. ما هو الحلم اللي تتمنى أخ محمد أنك أنت تحققه في مجال التصميم ولحد الآن بعدك ما حققته من خلال مشروعك؟ هنا احنا عندنا هدف أو رؤية للمشروع اللي هو تصاميم عالمية برؤية إماراتية عربية توصل للعالمية من خلال هذا المشروع. لا فهمني أكثر معلش، هو الشعار جميل. نعم. يعني مرة ثانية، تصاميم عالمية برؤية إماراتية عربية. إماراتية عربية يعني أكيد لازم يكون في بصمة إماراتية عربية. نعم. وتوصلونها للعالمية، فسروا لنا أكثر عشان السادة المشاهدين يفهمون. هو يعني مجال التصميم يعني ما نقدر نحدده في مكان معين أو في دولة معينة، بالعكس نحن بدينا بإمارة رأس الخيمة كتصاميم وكمجال إعلانات، وتوسعنا الحمد لله في مجال دولة الإمارات من خلال مشاركاتنا في بعض المسابقات مثل شعار تواجدي لوزارة الخارجية، شعار معرض إكسبو 2020 في دبي. شاركتوا في مسابقة الشعار؟ شاركنا في المسابقة ونتري النتائج إن شاء الله، لأن هم هذه جديدة يعني دخلتوا من جديد. نعم، معي من قريب. نعم، مش قبل إطلاق الشعار، إطلاق الإكسبو 2020. لا، لأنهم في مسابقة حاليا هي لشعار إكسبو 2020. حلو. بيكون شعار جديد فشاركتوا فيه. نعم، في تعطينا السر كيف سويته ولا ما تفضح على الهواء؟ إذا فزنا إن شاء الله ما ينعرض خارج الهواء. خليط خاص بكم. زين، في شعار تواجدي الحمد لله أخذنا المركز الثاني في المسابقة. ما شاء الله. نعم، ما شاء الله. وفي كذا مسابقة محلية على مستوى دولة الإمارات. نعم، ولكن الواحد يطمح للوصول إلى العالمية، يعني مش من الصعب أن الواحد يعلن أو يوزع إعلانات على مستوى العالم، بالعكس صارت طريقة سهلة وكل واحد يقدر. متفقين في العمل؟ الحمد لله. الحمد لله.
أو إحنا كانت صحبتنا يعني من الصف الأول كنا أصحاب في المدرسة، ما شاء الله بدأنا من المدرسة للجامعة مع بعض وبدأنا المشروع مع بعض، الله يديم صحبة قديمة يعني الحمد لله ما شاء الله الله يديم العشرة. إذا ما هو جديدكم إن شاء الله غير المسابقة هذه، في عندكم إن شاء الله عنا مشروع إن شاء الله بدأنا فيه نحن بطور تحويل المشروع إلى شكل أكبر وإدخال خدمات الحلول الإعلانية. نحن دائما خدمة التصميم التصميم التصميم، فبدأنا الحين حالياً يعني بتقديم خدمة هي خدمة الإعلانات، لكن بطريقة جديدة إن شاء الله. راح تكون طريقة بتكون دائما الإعلانات مكلفة، راح تكون إعلانات عنا إن شاء الله بتكاليف أقل وبانتشار غريب وجديد إن شاء الله. في عقد إن شاء الله مع وزارة الصحة لنشر شاشات إعلانية في مواقع الانتظار، في مداخل الرئيسية للمشفى، في مدخل الطوارئ، بتكون شاشات إعلانية متيح فيها المجال لعملائنا للإعلان عن منتجاتهم أو عن خدماتهم داخل المستشفى. الله يوفقك. بتخدم فئة كبيرة من المجتمع إن شاء الله، ونتمنى فيها التوفيق إن شاء الله.